بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. متن كشف الشبهات لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. الدرس الثالث. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الكفار الذين كانوا في الجاهلية الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودون يعلمون أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة وأن لا يعبد سواه. والدليل على هذا أنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله أنه لا يستحق العبادة إلا الله، ولذلك أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم لو قالوها تركوا عبادة غير الله وهم لا يريدون ذلك. أما المتأخرون من عبدة القبور والأضرحة فهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ولكنهم يعبدون غير الله. هم جمعوا بين التناقض، قالوا لا إله إلا الله واعترفوا أنه لا يستحق العبادة إلا الله، لكنهم خالفوا هذا فصاروا أسوأ من المشركين الأولين. وأن المشركون الأولون يعلمون معنى لا إله إلا الله، وهؤلاء لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، يحسبون أنها لفظ يقال باللسان فقط. هذا وجه المقارنة بين ما عليه عباد القبور في الأزمنة المتأخرة وما عليه المشركون في الجاهلية. إن الجاهلية أعرف منهم بمعنى لا إله إلا الله، ولذلك رفضوا أن يقولوها لأنها تلزمهم بترك عبادة غير الله. وهؤلاء يقولونها ولا يتركون عبادة غير الله، هذا من العجيب. نعم. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وكذلك إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ففهموا أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة غير الله، لأنهم عرب فصحى يعرفون معنى الكلام. أما هؤلاء المتأخرون فلا يعلمون معاني الكلام وإنما يتكلمون بما لا يفهمونه. نعم. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. نعم، هذا من العجائب أن اللي يدعون الإسلام ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، ولذلك لم يتركوا عبادة غير الله. وأما الجهال المشركون الأولون فهم عرفوا معناها ولذلك أبوا أن يقولوها. نعم. بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان ويعبد الإنسان غير الله، لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن يقولها
بلسانه وأن يعرف معناها وهو ترك عبادة غير الله، هذا معناها، وأن يعمل بمقتواها وهو أن يخلص العبادة لله عز وجل ولا يدعو مع الله أحد، هذا لفظها وهذا معناها وهذا مقتواها. فلا إله إلا الله لها لفظ ولها معنى ولها مقتضى، لا بد أن الإنسان يعرف هذه الأمور، وأنه إذا قالها يخلص العبادة لله ويترك عبادة ما سوى الله عز وجل. فهذه قضية واضحة، قضية واضحة. الآن الذين يعبدون الأضرحة سواء ضريح الحسين أو عبد القادر أو البدوي أو غيره يقولون لا إله إلا الله كثيرا، ولهم أوراد في الصباح والمساء فيها لا إله إلا الله، لكن ما يعملون بمقتضى، يخالفونها، يقولونها بألسنتهم ويخالفونها باعتقادهم وأعمالهم، لا تنفعهم لا إله إلا الله ولو رددوها. هذه مسألة مهمة جدا جدا، وفي هذا رد على الذين يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق ولا رازق ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ما هو هذا هو المقصود. في فرق بين الإله وبين الرب، الإله هو المعبود والرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المالك، في فرق بين اللفظين، هم لا يفرقون بين هذا وهذا. نعم. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. انتبهوا، الحاذق منهم المتعلم العالم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو المقصود. مقصود لا يعبد إلا الله، ما هو لا يخلق إلا الله، لا يخلق إلا الله، هذا ما أحد أنكره، ما أحد أنكره من الخلق أنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله، ولكن الخلاف عند إفراد الله بالعبادة. أما إفراد الله بالخلق والرزق هذا شيء معلوم عند الجميع، والعلماء من هؤلاء علماء الكلام عقائدهم موجودة الآن، لو قرأتها ما تجد فيها إلا إثبات الربوبية فقط، تجدهم يجيبون الأدلة والمقاييس وكلها على إثبات الربوبية، تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل ما يحتاج، إنما الكلام على الألوهية والعبادة اللي هو المطلوب وهو الذي جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم، يدعون إلى توحيد الألوهية، ما دعوا إلى توحيد الربوبية لأنه معلوم وموجود، لكنه لا يكفي، تنبهوا لذلك أن هذا الأمر هو الذي ظل بسببه أكثر الناس لما يفهمون هذا ولا يفرقون بين الربوبية والألوهية. نعم. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. نعم، جهال الكفار أعلم من هؤلاء اللي يدعون الإسلام، لأنهم عرفوا أن معناها إفراد الله بالعبادة ولذلك أبوا أن يتلفظوا بها، هؤلاء ما يعرفون ولذلك تلفظوا بها وهم على ما هم عليه من الشرك، هذا من العجائب، لأنهم لم يتعلموا هذا وإنما يقلد بعضهم بعضا فقط، ويدرسون إثبات التوحيد الربوبية الذي ما أنكره المشركون من قبل. نعم. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، إيش الفرق بين عرفت ما ذكرت؟ الفرق عرفت هذا خطاب، وأما ذكرت هذا ضمير المتكلم. أي نعم. وعرفت حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. نعم، هذه ما زلنا في الشبهة الأولى، ما زلنا في الشبهة الأولى، وهي عدم الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. كثير من الناس اللي يدعون الإسلام لا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولذلك كل همهم وجلهم إثبات أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا الشيء موجود. وأما توحيد الألوهية فلا يعرفونه، ولذلك يعبدون القبور ويدعون غير الله، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، ويظنون أن هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا خطأ واضح وضلال مبين. فإذا عرفت هذا عرفت الحق وعرفت الخطأ، إذا عرفت القاعدة هذه وعرفت جواب هذه الشبهة انزاح عنك شبهات كثيرة، وعرفت ما عليه غالب الناس من الخطأ في فهم لا إله إلا الله. من البداية الآن مع لا إله إلا الله البداية ما عرفوها، فكيف يعرفون التفاصيل الأخرى؟ نعم، الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا عرفت هذه القاعدة وجواب هذه الشبهة استفدت فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنك تفرح بفضل الله ومنه عليك حيث عرفت هذه المسألة التي أخطأ فيها كثير من الناس، وهذا من فضل الله عز وجل عليك فتفرح بذلك. الإنسان يفرح بالعلم النافع، يفرح بمعرفة الحق من الباطل، هذا هو الذي يفرح به. أما الدنيا والمال فهذا لا يفرح به، هذا الفرح به ضرر. وفرحوا بالحياة الدنيا، ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، هذا في الدنيا. أما الفرح بالعلم والفرح بالعمل الصالح هذا مطلوب. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله هو دين الإسلام، رحمته بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بفضل الله وبرحمته، بالإسلام وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة عظيمة هي التي يفرح بها، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، وأفادك أيضا الخوف العظيم. الفائدة الثانية أنك تخاف من الشرك اللي وقع فيه كثير من الناس اليوم، تخاف أنك تبتلى مثل ما ابتلوا، وتسأل الله الثبات، لأن هؤلاء عندهم عقول، ليسوا مجانين، عندهم عقول وعندهم فهم وإدراك، لكن ما وفقوا لفهم أهم شيء وهو معنى لا إله إلا الله، حرموا من ذلك. فقد يكون عند الإنسان ذكاء، عنده فهم، عنده إدراك، لكن يحرم من العلم النافع، ويصير فهمه في أمور لا تنفعه ولا تفيده. فأنت إذا عرفت هذا فرحت أن الله جل وعلا هداك للحق، هذه واحدة. الثانية أنك تخاف أنك تنحرف، لأنه
الإنسان على خطر ما دام على قيد الحياة. كم من إنسان انحرف وهو يعرف الحق، لكن انحرف لهوى أو لطمع أو لشبهة زاغ وضل. ولهذا يقول الراسخون في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إبراهيم عليه السلام يقول: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام وأنكر عبادتها خاف أنه ينحرف، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، تحمد الله على النعمة وتسأله الثبات عليها، وأن لا تظل وتزيغ مثل ما زاغ كثير من الخلق وهم يعرفون الحق. زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إما لطمع دنيوي يحصلونه أو لهوى وشهوة، وإما لشبهة روجها عليهم الشياطين فانحرفوا. فأنت تخاف من هذا. نعم، هذه الفائدة الثانية وهي عظيمة، أنك ما تأمن من الانحراف والضلال، وإذا لم تأمن فإنك تحذر وتخاف وتبحث عن الحق دائما، تسأل الله الثبات. نعم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. نعم، قد يقول الإنسان كلمة الكفر وهو ما يقصدها ويكفر بها، هذا خطر عظيم. يحفظ الإنسان لسانه من الكلام السيء. قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عمله. لما تجرع على الله حلف أن الله ما يغفر لفلان، يعني بيمنع الفضل من الله عز وجل. تحلف على الله مثل ما تحلف على ولدك ولا على صديقك، لا، الله جل وعلا أعظم من ذلك. فهذا ما عظم الله حق تعظيمه، لذلك حلف أن الله ما يغفر لفلان، هذا قنوط من رحمة الله، ما يجوز هذا. كلمة واحدة أفسدت عليه. فالإنسان يحفظ لسانه، وكم نتكلم من الكلام السيء والكلام الخاطئ ولا نبالي، ونقول هذا مزح. المزح ما يصلح في أمور الدين وأمور العقيدة، ما يصلح المزح. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. قالوا كلام بألسنتهم بزعموا منهم يمزحون، ولم يقبل الله عذره، أنه ما يجوز للكلام يتكلم للإنسان يتكلم بكلام الكفر لا مازحا ولا جادا، إلا في مسألة واحدة إذا أكره على هذا رخص له أن يتكلم بالكفر من أجل يتخلص من الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يصلح التخلص فقط وقلبه ما على العقيدة الصحيحة، هذا مرخص له. أما إنسان مختار ولا هو مكره، ما يجوز ليتكلم بكلام الكفر. الله جل وعلا يقول: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. كلام الكفر خطير، يعني يتكلم الإنسان فيه. نعم، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، وهذا أشد. قد يقول الكفر وهو يظن أن هذا يقربه إلى الله، مثل اللي يدعون غير الله ويظنون أن هذا يقربهم إلى الله، يدعون الأولياء والصالحين يستغيثون بهم
ويقولون حنا ما نقصدهم، حنا نقصد الله، هذا هؤلاء مجرد وسائط بيننا وبين الله. يكفرون بهذا ولو كان انهم يظنون ان هذا يقرب الى الله. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فالكلام الكفر ما يقبل ابدا، لا من طريق المزح واللعب ولا من طريق الاعتقاد انه ينفع عند الله. ما ينفع الكفر، ما ينفع ابدا ولا يقرب الى الله. فعليك بالإخلاص. نعم. كما ظن المشركون، كما كان يفعل الكفار المشركون في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نعبدهم إلا ليقربون، يصدهم التقرب إلى الله، وهذا كفر، لا يقرب إلى الله بل يبعد من الله. نعم. فليس العبرة بالقصد، ليس العبرة بالقصد، العبرة بالمعنى. نعم. خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم، أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم، هؤلاء لهم قصد حسن. قوم موسى لما أنجاهم الله من فرعون، أغرق فرعون، مروا على ناس من المشركين لهم آلهة يعبدونها، استحسنوا هذا، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طلبوا من موسى أنه يجعل لهم صنما يعبدونه مثل هؤلاء، تقليد تشبه، إلى أنهم استحسنوا هذا الشيء. فموسى عليه السلام غضب وأنكر عليهم أن هذا شرك ولا يجوز، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، لا تعرفون التوحيد ولا تعرفون الشرك. هذا فيه ذم الجهل، لا سيما الجهل بالتوحيد. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. كيف تطلبون من أن يجعل لكم صنم تعبدونه من دون؟ إذن بماذا بعث الله موسى؟ إنما بعثه لينكر الشرك، وهم يطلبون أن يجعل لهم إلها يعبدونه مع الله. هذا من العجائب، هذه آفة الجهل، هذه آفة الجهل، ما وقعوا في هذا إلا بسبب الجهل. ومع هذا لم يعذرهم الله، لأن الواجب يتعلم الإنسان، هو ما يجوز يبقى على جهله، الواجب أنه يتعلم. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. موسى عليه السلام جاء لدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ترك عبادة ما سواه. فهؤلاء وقعوا في كلمة خطيرة، ولولا الجهل، لولا أنهم جهال قالوها عن جهل وعن مقصد حسن لدخلوا النار، ولكن لما نبههم نبي الله رجعوا إلى الله وتركوها. فالإنسان إذا قال كلمة الكفر وهو يجهل وبين له ثم رجع إلى الحق لا تضره، لا تضره، لكن إذا قالها وبقي عليها هذا هو الضرر. مثله مثل الذين خرجوا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، فمروا على قوم لهم سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يتبركون بها، يقال لها ذات أنواط. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يريدون أن الرسول يخصص لهم سدرة من الشجر تبركون بها ويعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم تبركا بها بسبب الجهل، لأنهم حدثا عهد بالكفر، سوهم مسلمين، أسلموا عام الفتح وخرجوا على طول إلى حنين، ما بعد تمكن
هذا فيه آفة الجهل ما بعد تعلموا. ولذلك قالوا لنبي الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال لهم صلى الله عليه وسلم, أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم, فقال لهم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. الرسول أنكر عليهم. فهذا فيه أن الإنسان إذا العالم إذا رأى الناس على جهل ما يسعه السكوت, ينكر يبين لهم. وفيه أن الإنسان إذا قال كلمة من الكفر لا يعرف معناها وبين له الحق وقبله أنه ما تضره الكلمة دي. ما تضره. أما إذا لم يتعلم ولم ونفذ ما يقول فهنا الخطر. نعم. فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. حينئذ إذا عرفت هذا يعظم حرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله, من الجهل بمعنى لا إله إلا الله, ومن الكلام السيء الذي لا تحسب له حسابه. فإذا عرفت التوحيد وعرفت الشرك فإن هذا يخلصك من أن تقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء. لأن الذي أوقع بني إسرائيل وأوقع هؤلاء الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو الجهل, الجهل بالتوحيد. وتعلم العقيدة والحرص عليها أوجب الواجبات. وإن كان كثير من المثقفين ويقولون ما هو بلازم تعلم التوحيد, إحنا مسلمين, نحن مسلمون ولا نعبد غير الله ولا حاجة إن ندرس التوحيد. هذا من الجهل بالله عز وجل. أنت مسلم لكن المسلم قد يضل قد يهلك بسبب الجهل. هؤلاء اللي مع موسى ما هم مسلمون, الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم ما هم مسلمون, مسلمون لكنهم يجهلون العقيدة فوقعوا فيما وقعوا فيه. فلا يحصنك من هذا إلا تعلم العلم النافع, تعلم العقيدة. فمن الضروريات إن الإنسان يتعلم العقيدة, يتعلم التوحيد, ويعرف الشرك ما هو علشان ما يقع في مثل هذه المزالق وهذه الأخطار. لا سيما وأن دعاة الضلال كثيرون, ولا سيما وأن عمل كثير من الناس على الشرك, ربما أن الإنسان ينخدع ويقع في هذا المحذور ويخرج من دينه وما يدري سبب عدم المبالاة بسبب الجهل. نعم. واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى, وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. وهذه فائدة أخرى, هذه فائدة أخرى. عرفت أن الجهل أنه يوقع في الشرك والضلال وأنت ما تدري, يلزمك تتعلم. ثانيا لا بد أن تعرف أن هناك دعاة إلى الباطل يزينون للناس الشر ويدسون عليهم الضلال ويدعون الناس, لازم تأخذ حذرك منهم لئلا يفتنوك ويضلوك. وهذا ذكره الله في قوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن, هذو دعاة الضلال. يوحي بعضهم إلى بعض يعني يلقي بعضهم على البعض الآخر خفية وسر, هذا هو الوحي. الوحي هو الإعلام بخفية. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا, يلبسون على الناس, يزينون الباطل, يقولون هذا حضارة, هذا تقدم, هذا رقي, أنتم تأخرين,
ويزينون هذا الشر بالزخرف، تزيين الكلام. الزخرف هو تزيين الشيء، زخرفته حتى يقبل. ما يقولون للناس اكفروا اشركوا، لا، ما يقولون لهم كذا، يجونهم بطريقة ملبسة مغلفة، هذا الخير، هذا طيب، هذا عليه الأمم وعليه الناس والحضارة، لماذا تتأخرون، هذا تأخر. فيلبسون على الناس، فيه ناس أعلم منك وهم على هذا الأمر، لماذا أنت تخالفهم، إلى غير ذلك من الشبهات. فإذا لم يكن عند الإنسان معرفة بأعداء الله أوقعوه في الضلال. فالإنسان يخاف من دعاة الضلال، وما أكثرهم اليوم، ويستغلون الوسائل كلها اليوم دعاة الضلال، الصحف والمجلات والفضائيات والإنترنت غير ذلك. فالحذر اليوم أشد من ذي قبل، لأن جاءت أمور تدخل على الناس في بيوتهم وفي سياراتهم وفي أماكنهم، تأتي إليهم تغزوهم وهم في قعر بيوتهم بهذه الوسائل. فعلى الإنسان اليوم خاصة أنه يحذر أشد الحذر من دعاة الضلال الذين جعلهم الله فتنة للناس، ليمتحن الناس من يصبر ومن لا يصبر، من يتمسك بالحق ومن لا يتمسك بالحق. هذه حكمة من الله جل وعلا. وكل ما تأخر الزمان اشتدت الفتن، ولا يبقى على الحق إلا قلائل غرباء في الناس، تشتد غربة الدين في آخر الزمان بسبب هذه الأمور. والكثير ينجرفون مع الضلال ومع هذه الأمور. فالإنسان يخاف من هذا الأمر، ولا يأمن ولا يثق بكل الناس. الذي لا تعرفه لا تثق منه ولو تزين لك، لا تثق من إنسان ما تعرفه، ولا تعرف أين تعلم، ولا تعرف عقيدته، ولو كان عنده علم وثقافة وعنده، لا تثق منه حتى تعرف حقيقته وين تعلم وما هي عقيدته وما يدعو إليه. لأن أكثر هؤلاء دعاة ضلال، شر، فتنة. نعم. ولذلك يلزم على طلبة العلم أنهم يتمسكون بالعلماء الثقات، ويرجعون لهم، يسألونهم، يتعلمون على أيديهم، ويحذروا من هؤلاء الدخلاء، يحذروا منهم، لأنهم قد يكونون، وهذا واضح، قد يكونون من هؤلاء الذين قال الله فيهم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذه هي الحكمة من الله، ابتلاء وامتحان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ارجع إلى الله وتوكل على الله، والله جل وعلا يهديك وينصرك. فإذا أردت النجاة فإنك ترجع إلى الله، تسأل الله الثبات والعلم النافع والعمل الصالح، تكثر من الدعاء. إبراهيم دعا قال اجنبني، هذا دعاء.
اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، دعا تدعو الله عز وجل، ولا تثق من كل أحد لا تعرفه. نعم. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. هذا المشكل، المشكل كما قال الله جل وعلا: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قد يكون عند هؤلاء الدعاة الضالين عندهم علم وعندهم حجج، شبهات يزيفونها على الناس، وهذا من شدة الخطر، فاحذر منهم، فقد يكونوا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، علوم، علوم كثيرة، قد يكون عنده علوم في العربية، في الفقه، في اللغة العربية، في النحو، في يغتر به الإنسان، يقول هذا عالم، هذا عالم، أباخذ منه وبتعلم عليه، وهو فاسد العقيدة. أول شيء يسأل عن عقيدة، أول شيء اسأل عن عقيدة، فإن كانت عقيدته سليمة فتمسك به، ما إن كانت عقيدته فاسدة احذر منه، ولو كان إنه فقيه ونحوي ولغوي ومثقف احذر منه. وكتب، عندهم كتب مؤلفات، وهم أهل ضلال، ينخدع به ويقول هذا مؤلف وهذا له مؤلفات. أنا أقول لك لا تنخدع حتى تعرف عقيدته، أول شيء. لو إن عنده مؤلفات وعنده علوم اعرف عقيدته، وين درس، منهم مشايخه، وما هي عقيدته، فإذا وثقت من عقيدته فالباقي سهل. نعم. كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. نعم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، يعني بالحجج والبراهين الواضحة، قالوا ما حنا بحاجتني ليكم، حنا عندنا علوم وعندنا علم، ما حنا بحاجة إلى الرسل. هذه نفس المقالة اللي تردد الآن، ما حنا بحاجة إلى العلماء، نا فاهمين وعارفين، ولا حنا بحاجة إلى العلماء، نروح لهم ونتمننهم ونجلس عندهم حنا نقرأ بالكتب وعلى الأشرطة، نستمع للأشرطة وعلى الكتب، وهذا يكفينا، ما حاجة إن نكلف أنفسنا نروح المجالس العلم إلى العلماء وإلى. هذا وقع فيه كثير من الشباب الآن، فرحوا بما عندهم من العلم، وما هو بعلم في الحقيقة، جهل، لكنهم يسمونه علم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أهلكهم هذا الشيء لما أطلقوا أيديهم من العلم والعلماء، وفرحوا بما عندهم من الثقافة والمعرفة، أهلكهم ذلك، أهلكهم ذلك، وأوقعهم في الهلاك، حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يستهزئون بالرسل، يستهزئون بالعلماء، وأن العلماء ما يفهمون، أنهم علماء حيض ونفاس، أنهم علماء سلطة، أنهم مأجورون، أنهم إلى آخره، كما تسمعون الآن. يريدون أن يطلقوا أيدي الشباب من أهل العلم حتى يفترسوا هؤلاء الشباب، كما وقع الآن تماما. فهذا مما يؤكد على طلبة العلم وعلى الشباب بالخصوص أنهم يثقون بعلماء الأمة، الأحياء والأموات يثقون بعلومهم وبمقالاتهم، ويكتفون أثرهم ولا يلتفتوا إلى غيرهم من المخدوعين وأهل الضلال.
فإن هذا خطر عظيم، خطر محدق. الآن اللي تعلم التوحيد الآن يسخرون منه، يسخرون منه وينفرون عنه. اللي درس التوحيد يقولون هذا ما عنده غير التوحيد، ما يعرف شيء، وينفرون الناس عنه. لو تبي تتكلم في التوحيد ما حضر عندك إلا القليل، لو تتكلم في أمور الأخرى أنت اكتظت الشوارع من وراء المسجد. هذا زهد، زهد في العلم الصحيح، زهد في التوحيد، مع أن التوحيد هو الأصل وهو النجاة. نعم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج. هذا المشكلة، إن معهم فصاحة في الكلام وعندهم علم، قد يكون متبحر في الفقه وفي المنطق وفي الجدل وفي، فيحصل الانصداع به. أنا قلت لكم أول شيء امتحن عقيدته، إذا رأيت واحد يتكلم في العلم أو في الثقافة أو امتحن عقيدته، فإن كان ناجح في العقيدة تمسك به، أما إن كان إنه ما عنده علم في العقيدة اتركه، لا تنخدع به. نعم. فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين. تعلم من دين الله، من العلم النافع، ما يصير سلاحا بيدك تقاوم به هؤلاء الشياطين، ترد عليهم. الله جل وعلا يقول فلا تطع الكافرين وجاهدهم به. به ايش؟ ما هو؟ القرآن. جاهدهم بالقرآن وحججه وبيناته. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، بالقرآن. الجهاد قد يكون بالعلم وقد يكون بالسلاح، والجهاد بالعلم هذا أولى هو الأول. ما يمكن إنسان يجاهد بالسلاح وما عنده جهاد بالعلم والحجة. ولذلك تجب الدعوة إلى الله قبل الجهاد، فلا بد من العلم والحجة أولا. وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي إذا تعلمت العقيدة الصحيحة صار بيدك سلاح ترد على شبهاته. أما إذا لم يكن عندك علم بالعقيدة فإنك تذهب مع أول عاصفة والعياذ بالله. نعم. الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك تعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تعهد إبليس اللي هو إمام دعاة الضلال، من هو إمام دعاة الضلال؟ هو إبليس. وقد تعهد لأنه سيضل بني آدم، قال فبما أغويتني. شوف، فبما أغويتني، ما اعترف الخبيث، ما اعترف بجريمته، وإنما نسبها إلى الله، قال أنت اللي أغويته. هذا جبر، هذا يسمونه مذهب الجبرية. ما اعترف بخطأ آدم عليه السلام، اعترف بخطأ، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر. كل منهم عصى، آدم عصى وإبليس عصى، لكن آدم اعترف بخطئه ولم ينسب هذا إلى الله، وإنما نسبه إلى نفسه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما إبليس فلم يعترف بخطئه، وإنما خطأ الله، قال أنت الذي أغويتني، نسأل الله العافية. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك. لهم الضمير يرجع إلى من؟ لهم، يعني بني آدم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يمنعهم عن الصراط، يسدهم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم
وعن أيمانهم وعن شمائلهم من كل وجه. ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. تعهد بهذا لرب العالمين، والله سلطه على هذا لحكمة، ليتبين المؤمن الصادق من المنافق من الكافر. ما ترك الناس كلهم سواء، لا بد من الامتحان، لا بد من التمييز، امتحان ابتلاء. وكون الإنسان من دعاة الضلال هذه عقوبة له، فهذه عقوبة لإبليس إنه صار من دعاة الضلال، عقوبة له على جريمته والعياذ بالله. فيعاقب الإنسان إذا ترك الخير يعاقب بالشر. إبليس لما ترك الخير وأبى أن يسجد لآدم ابتلاه الله بالشر. وكذلك كل من ترك الخير يقع في الشر بلا شك. نعم. ولكن إن أقبلت على الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم، مع كون الشيطان يجلب بخيل ورجل، ومع كون شياطين الإنس والجن كلهم يدعون إلى الضلال، إذا وفقك الله وتعلمت العلم النافع فلا يضرك هؤلاء، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن ما يكون كيد الشيطان ضعيف إلا مع الحق، أما إذا لم يكن هناك حق فإن هذا الضعيف يصبح شرا. نعم. قاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، هذا مع الإيمان ومع العلم النافع يصبح كيد الشيطان ضعيف، أما مع الجهل ومع الإعراض يصبح كيد الشيطان قوي مع هؤلاء، إنما هو ضعيف مع أهل الإيمان وأهل العلم وأهل البصيرة.